طيب هسه اذا اريد اني اريد انصبه على الويندوز، اريد انصبه على الويندوز، فمن جوجل بمجرد ما اكتب بايثون راح اروح على الويب سايت، من بعد راح اختار الداونلودز، راح يطلع عندي هذا، راح تشوفون انه الاصدار الاخير هو 3.8. طبعا هو موجود البايثون، هذه هي الصفحة الرئيسية، الموقع الرئيسي، الموقع الرسمي للبايثون، هو يكون متوفر على الويندوز وعلى اللينكس على الماك. وإذا أكو مثلا، طبعا الويندوز نانو هو ويندوز 10، فبمجرد ما نسوي له داونلود راح ينزل عندنا، وراح نجي هسه ننصبه. طبعا أنا نزلته هنا، بمجرد ما أسوي له دبل كليك، انتبه أهم شيء إنه هذه أفعلها، أقول له add python to path، أوكي add python to path، وهنا راح أقول له install now، اللي هي شنو راح تكون موجود بيها، راح يكون موجود بيها ال IDLA اللي هي هذه ال shell اللي إحنا راح ننفذ بيها البرنامج، مثل اللي قبل شوي إحنا شفناها، راح ينزل لنا ال pip، وراح ينزل لنا كل ال documentation المتعلقة بالبايثون. فراح أقول له أني install now، select permission yes، وراح يبدي هو ينصبه. خلص التنصيب، التنصيب صار يعني successful، راح أقول له close. خلص أنا هنا جيت نصبت البايثون، حتى اروح اشتغل عليه راح تشوفون اني موجود عندي هذه الـ IDLA للـ Python، راح اشغلها. هذه هي الواجهة اللي راح نستخدمها احنا للتنفيذ. راح اسوي لي فايل جديد، فايل نيو فايل، هنا انا راح اكتب البرنامج اللي هو print hello world. من بعدها راح اقول له اني لازم اني اخزنها، فراح اقول له file save، راح انطي له اسم first program dot py، okay first program dot py. انا راح اخليه على الديسكتوب، او انتم ممكن تخلوه بفولدر انتو تختاروا. راح اقول له سيف، نانا اعطينا هذهياته سيف، اوكي. راح نجي نسوي له ران، راح نسوي له ران من هنا، راح نعطي له ران وران مودل. راح تشوفون هنا راح يجي التنفيذ مالته، راح يقول لي هلو وورلد، اوكي. فبهاي الطريقه ممكن اني انصبه اذا على الويندوز مالتي على الحاسبه، وممكن انه اني هنا ابدي اشغل البرامج مالتنا. بالنسبه احنا للمحاضرات القادمه ان شاء الله احنا راح نبدي نستخدم هذا البرنامج، لكن انتم مخيرين بكل الطرق اللي احنا اعطيناكم اياها، ممكن بالتليفون، ممكن بالترينكت، it's up to you، اوكي. يلا نشوفكم بالمرة الجاية.